القناه الاهلي. كريم تطمنا سريعا كده على موقف اللعيبه المصابه، يعني موقف المصابين في النادي الاهلي، مين منهم بيتاهل، مين منهم هيرجع التمرين قريب، نعرف منك كده يعني اخر التطورات. يعني هبدا معاك بمحمد محمود. يعني محمد محمود خلاص نقدر نقول في المرحله الاخيره من التاهيل، يعني نقدر نقول اقل من 3 اسابيع، يعني اقل من 3 اسابيع ان شاء الله ويعود من جديد يشارك في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. اكدت لك طبعا على حسين الشحات 5 ايام ثم يعود لمسحه الكورونا، وهينتظر طبعا النتيجه ان شاء الله تطلع سلبيه ويشارك من جديد في التدريبات او الجزء التاهيلي للتدريب، وتدريجيا ان شاء الله يخش في التدريبات الجماعيه. احمد الشيخ يمكن النهارده يمكن ظهر بشكل مميز جدا، كان عدنه كدمه في الكاحل، اطمنا عليه النهارده هيكون متواجد باذن الله في القائمه. محمود متولي طبعا بقى اللي بنتمنى له الشفاء ان شاء الله، يمكن هي فتره طويله هيغيب عننا محمد محمود، لكن كل اللعيبه الحمد لله كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير جدا. هي الاصابات قلت يعني بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله بقى ربنا يبعد الاصابات عن فريق النادي الاهلي الفتره القادمه. محتاجين جهود كل اللعيبه باذن الله خطوه بخطوه ان شاء الله باذن الله تكتمل الصفوف. هدفنا كبير جدا هي البطوله الافريقيه على مباراه الوداد، ان شاء الله صفوف النادي الاهلي تكون مكتمله بشكل كبير باذن الله. ان شاء الله عندنا وقت وعندنا فرصه. بشكرك زميل عزيز كريم احمد من ملعب التتش، بشكرك على التغطية المتميزة لمران النادي الأهلي النهاردة.